كذا في المطار. القصيدة هذيك في المطار، هي العام تاعو الاخر هذاك، مش اللي جوز عنده، وين اللي جوز عنده صاحبي هذا، عارفه شغل. رحنا ليه مقصرين معاه نورمال، صورنا معاه، قلنا بصح ما ديروها ما تبارطاجوهاش هذه، قلنا خلوها عندكم. قلنا له يا معلول ما حبش يتصور معنا، ما قلنا يا معلش خذنا بعد قصرنا من هيك، خلينا نتصور معاه فرانكفورت. ايه قلنا لي سكارت في ساعتين، ايه ساعتين ونص، وما جات الطيارة تاع نركب. كنت رحت الكراكوف انا، ما رحتش على وارسو، كان اللي يروح على وارسو كان اللي يروح على كراكوف. كراكوف شغل البي تاعها كان رخيص شوية، كان ناقص 800 على الفقير ولا تما تعرف، كنت تنقص كل ما مليح عليك، والدراهم اللي راه جاي زعما اللي حاب يجي ولا جيب، مع قد ما تقدر جيب، جيب قد ما تقدر جيب، 1000 2000 2500 جيب دراهم، جيب قد ما تقدر تجيب معك دراهم. في المطار تاع الجزائر سقسيتني واحدة ثم قالت لي شعرك دايما معك دراهم، قلت لها كيف، قالت لي ايا اوكي، ما قلبتني ما فوتتني في لاباري ما والو، قالت لي ايا روح. قلت لك في فرانكفورت ثم تلاقينا بالكونسيلو كاع، كي جينا راكبين في الطيارة تاع كراكو ثم كيف وصلنا المطار بكاشينا تاع المطار تاع فرانكفورت ثم، قلت واش وصلنا ولا ما على باليش، قلنا وين راكم جايين نتوما، قلنا لهم من الجزائر، وين راكم رايحين، على راكم رايحين، شكون رايحين ديروا، رايحين نقراو منه. توسوسنا كاع فاتو غير حنا اللي حبسنا، لي زاجيرو زوج برك اللي حبسنا، قلنا كيف، قلنا راح نقراو، قلنا طوني بروف ليك ما راح تقراو، عباك عشان فاتحين ديك الفاليزه والقش وكتب ديك واغط من هي هو بزاف بزاف، ما دود مدي ورينا الوغادي فاكس بلاصتو برك. قلنا يا اوكي روح، كملنا الطياره تما، لحقنا لهنايا لكراكوف، شدينا ترام نشغل، كنا موجودين شويه لي زابليكاسيون شويه تعرف باش تريزيرفي وحدك باش منا في المطار. نقولكم في المطار ما تصرفوش بزاف دراهم، اللي زعما اللي ما تصرفوش بزاف دراهم قد ما تسحق برك. انا بالك صرف 30 اورو بلاك ولا شحال، باسكو غالي بزاف، برسك الدوبل، غالي غالي، يضربك مين ما تنوش، الله غالي مين ما تنوش في المطار. هذه هي غلطه اللي ديرها صاحبي، انا صرف معايا وقيله 80 اورو ولا 90 ولا 100 ولا شحال، صرف ياسر 50 ولا. ومن بعد ايه هما جينا في الترا هنايا، غلطنا في الترا، كنا في كراكوف باش نجيو لهنايا الكياس، غلطنا في الترا، رحت لنا بالك 10 اورو خسرناها ولا هكا، راحت فوقيا هكا. كي لحقنا هنايا يا جماعه قالوا لنا بلي تقدر تريكيبيري دراهمك، تراكو ما ركبتش فيها تقدر تريكيبيري، عاودنا رجعنا ليهم، رجعنا دراهمنا. قلنا لهم بلي ترا ما رحناش فيه، شغل كي تركب في التراي كاشيلك في هذا اللي فوته في هذا لاباري، شو طلع في السيستم عندهم. احنا قلنا لا غلطنا في التراي، عاودنا خلصنا بعد رحنا ريكيبيرينا الدرام تاع التراي اللي فاتنا نورمال. لحقنا هنايا وكما كان الحال المدينة هذه كيف لقيتيها كبيرة، المدينة هذه صغيرة كيف لقيتيها غير المدينة؟ المدينة هذه صغيرة، شوف صعيبة في الخدمة بزاف، هي صغيرة وكبيرة صغيرة اخويا، اللي تلحق منا تلحق ليه كملت لحد الان. احنا دوكا زعما ما لقيناش خدمه ستابل هكا في كاش الاخر، لان غير مع ايبر نطبطو ديجا عاملك ليك عاملك لي باه تاع ايبر ليك زوج. خونا ولادي ذو عيال ياك، ايه غدو يقرا هو، قلت لك والله غير انا غير مع ايبر. واسمح لي انت كدا عندك من وصلت للمدينه هذه، كدا عندك من وصلتي؟ عندي فلودي شهر قريب شهرين، بس شهرين. ودك نحكيو كما قلنا على تجربة، احكي لك على اللي لقيتيه من الجزائر اللي لقيتيه قبلك، وصلوا قبلك تما في الجامعة، اسكو افونسي ومع الوقت تما كبرت عليهم بنية كما قلنا قاعد يخدم خدمة مليحة، ولا كل إبار بالقديم بالجديد؟ شوف صح، كاين كل واحد شغل على طلع هنا، كل واحد البيت تاعو علاش طلع هنا، كاين اللي جا زعما، كاين اللي كي جا سمعت بعيبه انا غير لحقوا هنا طاهوا لفرنسا ديريكت، حرقوا الفيزا ديريكت بلا ما يخموا بلا والو، راح ديريكت فرنسا. كان اللي راح لالمان، كاين اللي كل واحد وكيف، كاين هنايا لي زاجيرو يروحوا من ديباسا لا فيريتي، ما يقعدوش بزاف فيها، هما كاينين هنا بصح ما يقعدوش، علاه كاين كيما مدن الكبار هذو كيما وارسو كيما كراكوف كيما كاين فروتسواف هذه كاين كاتوفيس، شغل وين كاين الخدمة، شغل كاين عارف سي يتبع قراية يتبع الخدمة، يتبع شوية قراية وبزاف خدمة. ولا هنايا كاين بالك دوكا ما بقاوش يزاجيريا بزاف، باسكو راحوا ميم اللي جاو سنة اللي جاو معايا هنايا، جاو معايا في نفس لما في نفس السومستر اللي احنا قراوه، فين راحوا، كاين اللي راح ما قعدش هنا، ثم سمحوا في القراية. لا لا تحولوا زعما دي طونسفير تاع قراية، باسكو على بالك الجامعات هنا كل وحدة وقتاش تحل التسجيل تاعها، التسجيلات الانسكريبسيون هذوك،
سجل هنايا، هما زعما باريس مسجل هنايا، بنت لك يونيفرسيتي واحده اخرى سجل فيها، اذا قبلتك تروح دير دومون هنا باش تريكيبيري دراهمك تاع السومستر، عم يرجعوا لك دراهمك تبدل الجامعه، ينقصوا لك 50 اورو في السمانه، برك 50 اورو باقي ليه في السمانه كي تحوس تبدل. ثم قريت سمانه ينحوا لك 50، يرجعوا لك 950 تاعك، تسنى سمانه سمانتين هكاك يرجعوا عارف تخلص بيها الجامعه الاخرى تروح سنين. هنا في المدينه هذه اللي فيها كاين عكس، شغل المعيشه رخيصه باغ اكزومبل، كيما انا كاري 110 اورو كاري في الشهر، 100 110 اورو في الجامعة ولا برا الجامعة في كاري؟ الجامعة، في الجامعة ريزيدنس تاع الجامعة هذه دورميتوري. سمعت، تسمح لي، سمعت 1000 اورو اللي خلصتيها الأولى خاطئ الإقامة. خاطئ الإقامة، خاطئ صرات لي عفسه، انا كي جيت هنا اسمي في الاقامه ما كانش ريزيرفي، ما حكمونيش كاع بلاصه، ما لقيتش اسمي كامل حتى عاودوا لي شويه من جديد وكاع. قلت لك عندك 110 اورو تاع الكريانه، انا ما تكري برا تلقى واحد 140 اورو 150 زعما، مش ديك ديفيرونس كبيره ولا بالك. هنا كاين عفسه اللي تغلب لك والماكلة، ديبوزي، الماكلة القاضية نورمال ماهيش غالية الدنيا. مش غالية، مش غالية الماكلة، الماكلة البيض هنا رخيصة على البلاد. يا كي عيط ترام هدرت مع كل البارح قال لي البيض يدير 70 على 75، قلت له تمريض كيلو والله غير 70 على ها وقول لي ولا حاجة البلد. خدمت عليها، قول الإيبار، إيبار تماك اسكو يدخلوا فيها نورمال مدخول يعني فيك ما تقدر تخلص قرايتك ولا مستحيل؟ بتخلص قرايتك ما تقدرش، نعم. بتخلص قرايتك ما تقدرش. شوف ايبر تخدم فيها تاكل، تاكل مليحة دير كاع الصوالح، غير قايل ما تخلص سكو صديف. دوكا ايفر شغل كل نهار، وكيفاش نهار تكون تقرا نتايا تكون ما تكون عيان ما تبقاش تخدم فيه، شغل زعما شتي عباد انا طلعوا من قبل قاعدين يحكوا يقول لك عندك 30 اورو في النهار، دخل زعما 30 اورو في النهار، 30 اورو نهار دخلها 40 ما تخدمش، فهمتني كيفاه؟ دوكا كيقول لك ندخل 30 اورو في النهار، تروح تحسب له اجور زعما 30 يقول لك 900 اورو في الشهر، 900 اورو تكفيك خو، تكفيك هي بزياده، راهي تفضل 600 اورو 700 تفضلها نورمال هذه بصح. هي لا لا شغل تخدم منها نهار مش خدام، نهار الخدمه قليله، نهار تكون عيان ما تقدرش كشايه. احكينا كيما نقولوا يعني بصراحه، كيما نقولوا يعني بان كيما المشاهدين يكون على بالهم، النهار يعني اللي دخلتي فيه مليح خضار والنهار اللي ما دخلتيش فيه خضار، احكي لهم قداش. هذاك السؤال هذا شويه، انا قلت لك على خش متزايد شغل دوك هضرتني وين بان يكون الناس على بالهم، في البلاد يكون على بالهم تاعك مش ها. مشكله فيه، بان الناس يكونوا في لا البلاد لا يحكي نورمال، احكي شويه. لهم نورمال قلبي، لا لا نقول لهم كلش باش يكون على باله، وين راهو جاي اش حيبدا منه انا احكي لي على اول النهار اللي خرجتي فيه خدمتي وما دخلتيش خلاص، يعني قد ايه دخلتي كيما خدمتيش خلاص؟ 200 زلوطي. اصبر كيما خدمتيش كاع، كيما خدمتش قبل لك شحال دخل؟ كيما خدمتش ما خدمتش 3 زلوطي. تخدم زعما كي ما تدخلش وكي كاع، تدخل 30 زلو هذيك ال 10 اورو 8 اورو. دخلتي الفرخة، كي خدمتي دخلتي الفرخة قد ايه وصلتي؟ اصبر نحكي لك شو صار لي هذاك النهار ومن بعد. روح هاي خدمت بالك من 11 حتى ال 11 تاع الليل، قلت وانا هنا بالك 45 اورو في النهار اللي خدمته بزاف زعما، تهمبير تاع هذا بريمو تهمبير موراها في ايام جمعه عندي صايي هذا فيلو، تخدم بالفيلو سما. فيلو بصح، تخدم باللوطو ولا سكوتر ولا دخل دخل دراهم دخل. صح بالفيلو خاصي بزاف على السيد، ودرك في البرد تخدموا في الفيلو، بالفيلو سيكا في البرد. راني قاعد نشوف ليك وتشوف ليا في البرد. هي البرد والله عندي في ايام بلا 4 ايام بلا كل 5 ايام ما خدمتش. خويا العزيز عباش فين يخدم في البردة؟ الجزائر ما يخدمش في البردة، أنا نقول لك، أنا شفتها عيني، أنا في موسكو شفت سم، تلقى والله والله راه خدمت هنا، أجانب هذوك يجيو من كيما شفت أنا في موسكو، طاجيك أوزباك، تلقاهم يجريو بالفيلو في البرد. هي يا خويا اسمح لي، كيما هذا هك، كيما هك هذا، كيما هك. شكون يقدر يسوق فيلو في البرد هذا؟ صح. الله غير خدمت انا في البرد قالك، الله غير خدمت فجأة اليوم نخدم بس هما تلاويش بزاف، تخدم النهار وبعد تحس راك بني مستحيل تكمل ما عليك تقعدش. نهار. لا لا مش من نهار، هو خدمت ساعتين في التسويق قد ما تدخل واش تاكل هذاك النهار برك، ولا يومين وصايم. بس احنا مليحة في حاجة في البرد، السعر تاع التوصيلة تطلع تولي غالية،
مش كيما في السؤال ايه الكليمة. طلعوا له شويه. سواء كي تخدم شوية تدخل نورمال، تقدر تدخل عادي. فوالا. لا لا كاين قلوب هم اللي قلوب شغل تخدم الوقت، الوقت اللي تحكم شغل تخدم فيه ما تحبش، ما تحبش فريمون ما تحبش. والسيارة تما حكي لنا شوية على السيارة تما كي تشريها في بولندا، يعني غالية رخيصة الطوموبيلات تما. هذا هو البروبليم، انا جاي منها الاول معاول نشري طوموبيل، مي شغل فيها لي فري بزاف طوموبيل، هي رخيصة بالك 1500 ايه 1500 تشري طون لوطو نورمال تخدم بيها انتيكا وتدخل بيها دراهم. بروبليم وين راه؟ في لاسيرونس. ايه صاحبي لاسيرونس غالية على الطوموبيل. لاسيرس الطوموبيل غالية. الله يقدر، واحد صاحبي حكى لنا العام اللي فات قال لي سوريا في العام 2000 زلوتي في العام بالك 500 اورو. بزاف. بزاف بزاف، كي تخدم بيها وقاعد دخل دراهم. كون جات غير فلاسيونس معليش، مع 600 700 نورمال، كون جات غير فلاسيونس بركا البروبليم تحصل لك حاجة ولا يقلبها يقول لك اعطيني 80 اورو 70 اورو 100 اورو 400 زلوتي 500. بزاف صح، اللي معاك فيها هي عندي قاضي هنا يسقي حكايه كبيره هنا كيف كيف تقريبا كيف كيف. صارت لي خطره هنايا، واحد عجل صبغه كيما هكا، رجعت مشاريع مشوش هنايا، كان وراي مقاري ولا خدمه مون با بيناتنا، ما تقريبا ديستونس صغيره خلا بيناتنا قس، وهكا جا صبغه طرف، جا صبغه طرف صغير خلا 200 اورو لقيناه يدير الله غير تخلص لا هكا كيف تخلص الله غير بيغا تخلص 200 اورو تاعها. تخلعت انا ما نكذبش عليك، انا حرج شورت في كيف بزاف احنا فين كانت القوانين زعما كي تحكموا من اللور ولا تخلص ولا هو او يمشي انت شغل ما تشوفوش اللي تدخل فيه من اللور ولا ما تفرينيش ولا تلهى ولا تخلص دراهم يعني يقول لك قاعد هكا خاطر دوسو هكا كلها اورو بس عاقه شغل كيما في البلاد زعما تكون تسوق تشوف منك تعرف هنا تشوف بزاف هنا يا. انا عندك ما تشوف هكا عندك ما تشوف عندك ما تشوف والله غير تشوف هنا ما قديتش لا. وقول لي قول لي على نفس، والله قول لي على غير نفس سبق عملني استقصيك عليها. درك فار اكزامبل جاي كون جيتي جديد عندك شهر، يعني ابري سي سيمستر تاعك يفضل يعني 6 شهور، يعني تكون يعني قدرتي تلم ست تلم 1000 اورو ثانيه، كيف راح تدير يعني انت شخصيا ولا كيف هكا تشوف فيها انت؟ هي شوف صديق اذا لقيت خدمه تلقى خدمه زعما خدمه مليحه تخلص فيها بالك في الشهر واحد الميل اورو هكا كل نفس اورو مش هتساكري في شغل مع القرايه وكاع اللي يقلك خدمه بيجي ليها مثل الوالا علاه باسكو القرايه ما تكونش شارجي ليها مثل الوالا. شفت كيما في البلاد زعما الشهر الاول قادر ما تروحش تقرا نورمال، الشهر الاول داك تروحش بلاصه كيما جمع جا واحد صاحبي في كاتوفيس راه يخدم شهر ويرجع يخدم بالك 1300 اورو في الشهر يخدم في الوير هاوس تاع المستودع وكاع تعرف يحول السلعه من تنبير هي بصح فيها ما الدراهم يجيب حق السيمستر ويروح. فوالا يخدم شهر برك ولا كان عفسه شابه في الصيف احسن ما حكوا لي جماعه خدم هنايا وكاع في الصيف خويا كان اللي في فرنسا كان اللي راح لوارسو العاصمه كان اللي راح لالمان كان صديق كل واحد يدير تروح تخدم خويا تنبير الصيف ما كانش تحواس قال لك روح تنبير ها درك انا حاب نسالك واحد تنبير السؤال لازم برك، انا حاب نسالك خويا معليش قول لي قول لي درك انت قررت بدي تقرا تما في بولندا قدها 3 سنين. انا عندي 3 سنين ونص 3 سنين ونص. حنا نفرضو كملتيها كيما نقولو هكا، كنتي تخدم همبرتي جبتي حق قرايتك ساكريفيتي ديتي في الاخر الشهاده تاعك في بولندا، كان اقامه تماك ابار زواج بالكويت بالدبلوم اللي عطيوهولك، ولا لازم تتزوج ولا تكيتي من بعد ولا لازم تكيتي ولا كيفاش ديرها؟ كاين عفسه دوكا زعما العام الاول تاعك حنا زعما كيما انا عندي رونديفو في فيفري تاع كارتي جور تاعك يطولك فيه عام وربع شهر عام وخمس شهور هكا موراها انت مازالك تقرا تعاود تجددها برك نيتوك نفس يطولك عام وربع شهور ما يزيدوا لك ما ينقصوا لك كي تكمل قرايتك كامل تدي الدبلوم تاعك يطولك وقيله 9 شهور ولا 10 شهور تحوس على خدمه هذيك لابيريود لازم تحوس على خدمه تسمى كونترا ترافاي من الاخر هذا لازم تحوس على كونترا ترافاي باش تقعد تما سينو كاينك تعرف زعما عام عامين تبان له بلاصه في الالمان تبان له خدمه كونترا منك تنافيك زعما كاين روك تشوف كاش كونترا تنافيك في الالمان في فرنسا من تروح ما تقعدش تعرف العقليه دي والخدمه الخدمه تلقى روحك ماشي اللي امبوسيبل اوبر تاكل تشوف تخلص الدور نتاعك تقعد غير قرايه برك
قرايه في الصيف هذوك طوام كاتهم في الصيف ولا تما تصور ديك الميل وراهم كاش منها متصورها 2000 هذيك ميل تصورها انا باش ولا تبدل كاين اللي بدلوا بزاف كاين زعما كيما ديك دبليو في اس بي ديك سما بيها تاع جامعه بريفي هنايا يقراو اونلاين انا وما تروحش كاع ما تحضرش تحضر مين نهار بالك سمانه واللي ما تلوخدين خدام فيهم شغل بريفي شغل يبقى فيها شويه مش كيما حكوميه تابعه للدوله تعرف شويه وهذه هي تما مش اللي حاجه اللي امبوسيبل ولا مليحة مليحة وحكينا الإيجابيات المدينة تاع اللي كيما نقولوا كيعاد صغيرة كيما نقولوا فيها بوسيبيتي للزواج كواغط واش فيها حوايج خير من بلايص خلاف ولا ما لقيتي فيها والو يصلح يعني بصراحة انا بدي فيها غير اللي يصلح ما لقيت حتى واحد ما لقيتش غير البرد غير البرد والاخر الزواج وكاع مليح الزواج كاين ولا لا؟ لا الزواج كاين كاين على تما شفت المساكن اللي كاين اكثر من الرجال خاصك عبسه هنايا انا احسن ما بانت ليا تكون تهضر لا لونغ تاعهم برك تهضر بسكو هنا البلاصه اللي فيها شغل ما يهضروش اونجلي بزاف بسكو مدينه شغل بعيده على وارسو بالك ساعتين هكا مدينه صغيره شويه تعرف شغل ماشي كيما وارسو ولا في كراكو ولا فروتسواف ولا كاتول مدينه كبيره تسمى تهضر بولنديه تعيش هنا تعيش ما تحاولش تبدلهم تتزوج دير كواغات ديرهم كاع هنا جيت لقيت بواحد المصري صباح وواحد الجزائري وتونسي هنايا حلين تاع كباب هنا قصرت معاه وكاع انتيك عايشين هنايا واحد في عمره 40 سنه متزوج بولادو نورمال عجبو الحال وانتيك كاع شغل الخدمه صايره كيما لما نقولوا في الالمان تخلص 2000 يورو في الشهر راك تكري ب 500 راك تاكل ب 600 راك تصرف تفضل ديك 500 ولا 600 بصح حنا زعما نقولوا تخلص غير 1400 ولا تفضل ديك 800 ولا 700 بس كل عيشه رخيصه بزاف هنا ديجا على حسب ما سمحت لي فولونيز يروحوا يخدموا فيه في لارمان ويجي يعيشوا هنا صاير لك كيما حنا يطلعوا للغربه يسلموا دراهم ويبقوا يعيشوا في البلاد هما هكاك يروحوا لارمان باسكو السالار طالع يزيروا على روحهم مش بيجوا هنا يعيشوا يعني. مليحة والله مليحة يا خويا أنا ما كذبش عليك أنا راني معاك أخويا داكور معاك واش درت يعني خطوة تاعي تروح مدينة صغيرة تفورمي فيها خير من تروح مدينة كبيرة أنا نقول لك مع الوقت تلقى روحك كان حبيت تدابتي روحك كيما نقولوا تتأقلم مع البولنديين تتعلم لغة ليه هذا لكن فوالا شخصيا لكن انت شوف روحك انت تبيعها بالدير وحاجه ثانيه رخيصه يعني بس قديمه تبقى تدور غير في دور في جدار وبرك مش لازم دراهم كبار وفي باش تعيش تما شويه فوالا هذه هي ميم زعما واحد ما يقدرش يخدم ولا انت في البلاد باباك يبعث لك زعما 200 ولا 100 مش حاجه زعما الكبيره لا صوم كبيره تعيش بها نورمال 100 ولي كيفالو تاع بالك 430 زلوتي بالك تدلك شهر ماكله تكون شهر ما كلها تاكلها نورمال 100 يورو برك وزيد عندكم حاجه بوزيتيف انتوما هو انه بولندا ماهيش كبيره بزاف يعني كي تحب ديبلاسي تبقى تروح تخدم وتولي تخدم وترجع نورمال مش كيما هنا في روسيا كاين مشكل هنايا تلقى واحد يسكن بارزبي يسكن بعيد على موسكو بزاف يحب يروح يسكن في يحب يخدم في موسكو ويولي ما يقدرش بعد فاهمه تلقى يسكن 3000 4000 كيلومتر على موسكو فاهمه صح كبيره بزاف نجم اللي هي قادر هاو تركب الطران اليوم غدو تروح تخدم السمانه تعاود تروح صح كيما نقول كيما هذوك قادر نخدم في كاتوفيس لازم ما تروح عندك ساعه ونص ساعتين ما تروحش اخويا معايا تاخذ تحط ساعه بركه يسخن بكتاف ما تروحش اسمح لي اي داك ساعه قال لك كاين تجربتك في امريكا دوك نشوفوا مع جلال يحكي ما تديرش على التعيد اخويا تحيه لابول انا اخويا انا معاك اخويا بالاخر انا نشوف فيه قاعد يقول لك امريكا وما لا بالي واش اخويا محمد واش نصح خاوتنا كيما نقولوا هكا يعني كيما نقولوا النصيحه الاخيره كيما نقولوا نصح خاوتنا اللي حابين يروحوا يقراوا اروحوا كاع خاوتي من الاخر اروحوا كاع شكون بلاد ما بقى فيها والو يعني والله ما بقى فيها والو شوف ما تخدمش يقولوا بنادم هذاك ليك ما يخدم ما والو طيب عنده دراهم تخدم يا خويا بنادم دا تخدم ويصاب الدراهم ومين دارو منا تعرف كيما اقسم بالله انا راني نقول لك كان عندي حانوت الزواج شي طلعه كريمه سمحت فيهم وجيت سمعت تخدم ما تسلف من وفي الابورونس ما كل واحد لا تبهمه سما ما تبعوكش يا ودي واش لعب كاش شكون لكم دير لهم ستوري زعما في الثلج ولا هكا عفسه والله واحد ما يحوس عليك ما تحوسش عليه والو ما مهنة تبغي لي زانجيرو في بعضها انا شغل تعرف هذاك مكان ابارسا واحد ما على بالو بيك شغل كاين شويه العنصريه هذيك تاع يشوفوك تزيري يشوفك تهضر بالعربيه يشوفوا لك يخضر بالكبار برك في الكبار
تبي يخزر فيك ما يدناش فيك زعما ولا والو، ما على بالوش فيك، يشوفك يخزر لك خضريه ودي تاع باللي انا شفتك باللي انت باللي عربي صايه. ما ليش كيما نقولوا، واش راح نقول لخويا سيك خاوتي كل الناس اللي كيما نقولوا به ما تبعتوش خاطر خايف من بعد عليها، نخليك الانستغرام تاعك في بدايه الفيديو تاخونا هذا. خلي والله ماذا بيا يا اخو، ماذا بيا نعاونهم، نعاونهم يبدعوا جديد كيما نقولوا يبعثوا في الانستغرام وصاي بسمع باب الدراش يبعثوا لي انا ويقولوا اعطينا الانستغرام تاعو ونخليكم على بدايه الفيديو تلقوا الانستغرام. هيا ما كانش مشكل نعاونهم ونقول لهم قال لي كاين صافي بليزير خونا واللي معاك هذاك قد عنده هو ساكن تما في جامعك بعد جامعه جا قبلي بالك كان جور ولا واش رايك فيها في لابوان بصراحه سقسيه لنا هكا اونلاين قولوا له واش رايك فيها. صاروا على راجل مش رايك لا لا ما ما واش رايك فيها ما تجيش بعد ثاني قول لي واش رايك قول لي انا نقول لك. ايه هاي يا بولونيا ليه حبس بدي فيها هي مليحه تبدي في مدينه صغيره وتولي مدينه كبيره. ايه صح تبدا في مدينه صغيره مليحه هنايا زعما وما تبدل تبان لك زعما تولي مدينه كبيره بعد دي بار ديال كبير فهمت. المهم الله الله يحفظكم خوتي كل ما الله يحفظ خويا محمد صافي بليزير خويا ايوا نصح خوتي يخفيكم من الطريق العوجه هذيك. واحد جامعي واحد عنده باك واحد من اخويا سيد جا معايا واحد في عمر 29 سنه واحد 26 لما مكاش لا كمل قرايته وقعد ونورمال صافي بليزير صافي بليزير واش حاب يقول. الله يسعد على بشوي يعني يا بشوي يعني انت احسب قلنا خفي ملاير انا يا. انا فيلو انت قاف مولا كيف خمس سنين في الروس انا ما يديش حقي شارع معه اسمع خمس سنين في الروس فيلو ما عنديش فيلو فيلو بين اركبها في البرد ما عنديش ومازال يتبع فيا ايه صاحبي. لا لا سعيد مش ياك سعيد. لا لا سعيد هو عايش ايه سعيد ايه صح هذا من عرفتهم تحياتنا الأمورة. أكبر مفشل هذا أكبر مفشل في الروس هذا مسكين عايش مفشل هذا هذا هو أو نت ملاح لا مفشل قاعد يقول مفشل مليحة ورس محودة روس أنا درتها دوزيام فلاي باك والله كديرها دوزيام أنا شكون كنت محروقات أنا قلت الروس من الآخر ما سقطتش هذه من يوم نقبل صافي بليزير كيما نقول واش راه شي لابورا لابورا خير أخويا بصراحة أنا قلت لابورا خير شخصيا أنا نقول لك لا بزاف خير منك خير من الروس يكتب عليك يقول لك خير من الروس يعني لا 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 عنده سيارة ودار خاصو مرابك لا ما عندي والو ايش مسخرة سمعتي ايه لي حد بلاصي من تبان لك تروح ان شاء الله اخويا هو ربي يحفظ اخويا محمد بارك الله فيك صافي بليزير انا خاوتي نحبس بك من الفيديو اني عندي واحد الشغلات نخدمها مع خويا عزيز الله يحفظك وصافي بليزير ربي يعطيك الصحه حيا صافي بليزير وما يفات خير ان شاء الله الله يحفظك بعد تكتب الخطوات تاع مطارك نحطها في اليوتيوب تاعك نزينو بهم هيا امريكا بعد ما ندك في الفيديو الله يحفظك خويا محمد.